وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رجل في السبعين من عمره يتوكأ على عصاه يجر خطاه حتى وقف على باب السجن فسأل الضابط فقال: متى يخرج ابني من السجن؟ فبشره الضابط المسؤول فقال: في النصف الأول من رمضان. تعجب الضابط عندما رأى الحزن قد بدا على وجه ذلك الأب، أراد أن يهون عليه فقال: اطمئن، قد يشمله العفو فيخرج قبل ذلك. وإذا بالضابط يفاجأ بكلمات عجيبة غريبة من ذلك الرجل المسن الكبير، فيقول الكبير، يقول الأب الكبير: الحق أنني لا أريد أن يخرج ابني من السجن، لا أريد أن يخرج ابني من السجن، أتمنى أن يبقى فيه أطول مدة ممكنة، فها أنا كما ترى وأمه عجوز كذلك، وقد أتعبنا كثيرا وأتلف أعصابنا وأصابنا بالأمراض والأسقام، وفي بقائه في السجن رحمة لنا، فعلى الأقل نعلم أنه في أيد أمينة، ثم إن خروجه في رمضان سيحرمنا من لذة هذا الشهر الكريم، ومن شهر التعبد لله، ومن لذة التضرع للعبادة لكثرة مشاكله، إلى آخر كلماته وأناته، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقرأ أيضا بالخط العريض في إحدى الصحف: السجن 9 أعوام و3000 جلدة لشاب ضرب والده. الابن دخل السجن 14 مرة، الأب أصيب بجلطتين. يقول الخبر: شاب يبلغ 28 عاما ضرب والده 10 مرات وهدد بقتله، وكان قد أخذ عليه عدد من التعهدات ألا يتعرض لوالده بأي شر وإلزامه بالسكن بعيدا عن أبويه. وأشار الخبر إلى أن الوالد يعيش دوما في رعب وخوف واكتئاب نفسي. ممن؟ من ابنه، فلذة كبده، يعيش في خوف ورعب من ابنه، يعيش باكتئاب نفسي نتيجة المشاكل المتتالية من ذلك الابن العاق، إلى آخر الخبر في الصحيفة. أما الشيء الذي لا يصدق ولا يعقل، الشيء الذي أقف أمامه مدهوشا متعجبا، الشيء الذي لا يمكن أن يكون إلا من مجنون، أن تمتد يد العقوق لتستل سكين الخسة والفجور واللؤم والانحدار لتطعن الوفاء وتقتل الآباء. أقرأ أيضا بلا شعور عنوانا يقول: ابن يقتل أباه أمام محراب المسجد طعنا بالسكين. بينما كان المصلون في الجمعة يستمعون للخطيب، جلس شاب يبلغ 42 عاما بجوار والده الذي كان في المحراب كعادته، فإذا بالولد يخرج سكينا ويحتضن أباه ويطعنه 3 طعنات ليسقط الوالد ميتا على يد ولده. قالوا: بعينك عبرة؟ قلت: الأسى دمع ودم. قالوا: بقلبك حرقة؟ قلت: المواجع تضطرم. قالوا: حروفك لوعة؟ قلت: الصبابة والألم. لا تسألوني فالجواب يزيد في قلب الألم، ولكم وضعت يدي على عيني وكسرت القلم، ونذرت أن أدع الأسى وعقدت نذري بالقسم، لكنني دوما أعود فأكتب الشكوى بدم. إي وربي، أكتب الشكوى بدم، لا أدري أسكب الدمع أو الدم. أيعقل أن يكون هذا من هؤلاء؟ أين آيات القرآن؟ ألا تهز القلوب؟ أين أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ألا تحرك تلك النفوس؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا
تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أين تقاليدنا عاداتنا النبيلة؟ أين العرفان بالجميل؟ أين الشهامة والرجولة؟ أين الرأفة والرحمة؟ أين الوفاء؟ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيمكن أن يحمل هؤلاء